حدثني أحدهم عن ولده وهو شيخ كبير وقد استشهد ولده. حدثني عن ولده قال: خرج ولدي يوما فأصيب فرجع إلينا وجعلنا نحاول أن نعالج إصابته. يقول: فإذا بمجموعة من الزبانية يدخلون علينا ويضربون الولد. يقول: وكانوا يكررون: من الخيالة البيض الذين معكم؟ من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضة؟ أين هم؟ اعترف من هم. يقول: يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض إلا أن تكون ملائكة من السماء. ثم استشهد ولده بعد ذلك. إجا الأمن عم أو ضابط من الأمن بيتفاوض مع شخص من أنه سلمونا المسلحين ونحن شو قال له؟ قال له: بس بدنا المقاتلين اللي كانوا يقاتلوا على ويمتطون الخيل. قال له: أي خيل وأي خيل؟ قال: كان في مقاتلين يقاتلوا معكم على ظهر الخيل. شوف سبحان الله، والله لا كان في خيل والله كذا. هذول جنود الله يقاتلون مع الشعب السوري، جنود الله أرسلهم الله ليقاتلون مع الشعب السوري، وهي قصة حقيقية والله العظيم يا أخي الكريم. والحمد لله، الحمد لله نحن مو خايفين ومتفائلين لأنه عارفين أنه الله معنا، الحمد لله. لك اسحبوا، لك واحد اسحبوا، لك ليش ودي خمس سيارة اسحبوا. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رحمة الله عليك. يرحمك يا أخي، الله يرحمك يا أخي، الله يرحمك يا أخي. عيالك على الشهادة يا رب، يا رب تقبلوا الشهادة يا رب. قالوا شفنا الملائكة نزلت في بلاد الشام ودمشق يا شيخ في سوريا شافوها. كيف؟ قال تعال والله شفناهم وجوه بيضة أجسام بيضة خيول بيضة سيوف بيضة بس باقي يقول إنه حتى الخيل الروث والبول حقه أبيض. ما وين الثوابت وين العقائد وين الأصول وين العقيدة وين ضاعت ضاعت كلها ضاعت. هذا الذين هذه الفتنة ما عاد عندنا أصول. والله يا أخوان الملائكة عقيدتنا تقرر أن الملائكة لو نزلت أنت ما تشوفها يا شيخ
من أنت حتى تقرر أنه هذين اللي انزلوا ملائكة؟ وطبعاً الرواية حسب ما رووها أنهم نزلوا بصورتهم أبيض أبيض أبيض، هم فكروا أنه كل شيء أبيض ملك، يمكن يكون شيطان. والله لو أن الملائكة نزلت وأن الله أمر الملائكة أن تنزل في دمشق كان اليوم ما في لا بشار ولا أبوه ولا أمه، لأن الملائكة إذا نزلت معناها الأمر حسم، نزلت في بدر فالمعركة